أحداث مهمة غطاها فارس حلقتنا لليوم الأستاذ الكبير سعد السيلاوي. الذي تتمايل الكلمات على شفتيه ولم يعرف يرعاه الخجل أو الخوف، وعيناه شرفتان راح يدنو منهما الخبر. سعد السيلاوي فارس مغوار ولا يشق له غبار في ميدان الإعلام. فيا أيتها الكلمات القابعات على أخيلة السراج تبسمي، فسعد عاد للنطق بعد برهة من الفتور اللغوي الذي أصاب حنجرته. أولا قبل كل شيء أقول الحمد لله رب العالمين الذي مدني بالصبر وأعطاني مساحة كبيرة من الاحتمال، احتمال شدة وألم مرض السرطان. الحمد لله رب العالمين. لما نزعوا الأطباء الحنجرة ونزعوا مع الخبيث العين هذا المرض اللي قاومته بقوة، كان معركة قوية قاومته بأغصان والعلاج، والحمد لله رب العالمين أنه مدني بقوة والاحتمال والصبر وبالنهاية تغلبت عليه في هذه المعركة. أنا بحياتي لما سعى بصراحة لأن حصل الأوصف، أنا بشتغل بدمتي وضميري وبتربيته وبإخلاصي لهذه المملكة ولها الملكة. كل صحابي بده ينجح لازم يكون لجانب الناس ولازم يحط رأيه، يعني كل شيء يحط رأيه. بدك تترك للناس مساحة تفكر، الناس هي اللي بتحكم، الناس هي اللي بدها تجادج بيبي، يعني انت مبصير، انت تسيطر على عقول الناس كصحافي، انت مهمتك تنقل الأحداث كما هي. سعد السيلاوي، مركز تلفزيون الشرق الأوسط، الجزائر، ام بي سي عمان، العربية بغداد. سعد السيلاوي العربية من مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت، مونتريال، القاهرة، امستردام. نعيما ينعم علينا وعليكم. سعد السيلاوي العربية من داخل حمام نور الدين دمشق. تراه يشق الظلام بشعاع أمل استله من نور إصراره، فلم يكن شمعة تفنى وتذوب، بل كان شمسا تبقى بقاء الأزل. أصغر واحد بالأردن بجوز يحكي مع سعد بيعرف قديش طيبة ودماغة سعد. صراحة سعد إنسان صراحة قبل ما يكون أي شيء هو إنسان، وما عمرك بتنخال سعد، ولا واحد بيجي على سعد وبرده خايب لسعد. أنا المصور الشخصي اللي رفقت سعد 15 سنة، رفقته بالحروب ورفقته في سفر للسياحة ورفقته لعدة شغلات. الكلمة اللي ممكن أوجهها لسعد السيلاوي، أنا بقول القوة والعزيمة اللي وجدتهم عند سعد السيلاوي صراحة، يعني كل بني آدم بالحياة لازم إنه يكون صراحة يقتدي بسعد السيلاوي. كان قد ما كان عنده إرادة كان عملنا إنه كنا إحنا فريق واحد، ورحنا على الحرب برضو نفس الشيء، يكون هو براس عند الدبابات عند الكذا. لما أنت تشوف إن المراسل هو اللي عند الدبابة أنت بدك تضطر ترافقه وهو يعلمك كيف اللي راد وكيف كذا، واللي كاتبه ربنا بده يصير. لا 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 لا، حل عني حل عني. سعد السيلاوي العربية عمان. هي رب العقبة، هي ساعة بحفظ فيها. هذا البرنامج الذي سنتم فيه عليكم في كل أسبوع، فأهلا وسهلا بكم في المملكة الأردنية الهاشمية. يا هلا بالضيف، ضيف الله. هو يعني بتقدر تحكي بالطبيعة شخص حكيه حلو وظريف ولذيذ ومضحك وبحب يعمل مقالب، وأب هو مش الأب السلطة المتعصب، هو كتير حنون
متفتح وكتير بياخد برأينا وبيشاورنا بكتير أشياء وبيعطينا حرية أنا وإخواني لاختياراتنا. ثلاثون عاماً قضاها سعد هائماً في بحر الإعلام، لم يخف ارتفاع الموج أو هدوء ما قبل العاصفة، وبرغم المد والجزر كان يصوغ رسالته الإعلامية بكل دقة وموضوعية. يعني بدأت فارساً للقلم ومن ثم انتقلت لتصبح فارساً للصوت والصورة. برنامجك اليومي الذي يختص في العمل؟ في العادة أنا الساعة 10 صباحا بكون قد وصلت المكتب، بخرج من بيتي بشرب فنجان شاي وباجي بعمل اجتماع مع الشباب، بسأل شو فيه وأخبار شو عندنا برامج اليوم، وين فرق المصورين والصحفيين طالعين، أي مواضيع بدهم يغطوا. وأنا دائما بقولها وبعيد لك إياها يا معاوية وللناس، يا معاوية عليك أن تستمع ماذا أقول، لا تستمع لردات الصوت أو طبيعة الصوت، وقد يكون الصوت مزعج، لكن أنا مش عمر عبد الله، أنا ما بغني، أنا صحفي، اسمع لرسالتي واسمع ماذا أقول. السيد سعد مأمون يونس السيلاوي وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية، تقديرا لعطائه المخلص وجهوده المتميزة التي بذلها خلال مسيرته الصحفية والإعلامية والتفاني في خدمة قضايا الوطن والمواطن والقضايا العربية بكفاءة ومهنية وموضوعية وحرفية عالية. سعد السيلاوي رسالة إعلامية ما زالت تحتفظ بعطر حروفها وأنامل من صاغها. يسعد صباحكم ويسعد صباحك سعد السيلاوي، اهلا وسهلا فيك في برنامج يسعد صباحك. اهلا وسهلا وشكرا لك، ويسعد صباحك وصباح المواطنين وصباح الزملاء، وانا بشكركم على البرنامج الرائع. استاذ سعد، انت بالفعل فارس الكلمه وفارس الاعلام، وانت استاذ وكلنا بنتعلم منك، واليوم يعني هلا هو صادف تاريخ الحلقه، اليوم هو نفس تاريخ مرضك العام الماضي، يعني اليوم تحديدا طبقت عام. نعم، هذا اليوم يعني قبل عام ما كانش يوم سعيد، لكن أنا طلعت على الناس وقلت لهم يا أخي نظور لي بحديثي من جلعانية، لأنه الأطباء بمونتريال قرروا نزل الحنجرة والسرطان، وقلت لهم هاي النصيب يعني شاهد الأقدار هيك، والحمد لله على كل شيء، وشعرت أني لازم أكون شجاع، لازم أقول للناس إنه أنا غطيت معارك كتير، ما في عرب من الشرق الأوسط إلا 84، عرب العراقية الإيرانية، مرورا بكل الحروب اللي غطيتها، وسبحان الله من 2003 إلى 2005 أنا عينت حوالي 60 واحد، وكنت مشرف على مكتب العربية ببغداد، مات من جماعتي 14 واحد، وظليت أنا عايش، الله يرحمه أكيد. الوعد الحياة والموت بيد رب العالمين طبعا، ولازم يكون شجاع. وبعدين على المرض الخبيث أنا قاومته بأقصى أنواع العلاج، يعني المرض رئيسي جدا، لكن وأنا بقول لكل مصاب بمرض السرطان ربنا سبحانه وتعالى لازم يتخلى، تتحلى بالإيمان وبالإرادة وبالعزيمة، هذا المرض أنت تعزمه بإرادتك وبقوتك. هلا دون ادنى شك يعني نفسيتك الحلوه هي جزء من العلاج طبعا، واحنا كاعلاميين راس مالنا صوتنا طبعا، احنا ما بدنا نقول الشكل هو راس مال الصوت، وبالتاكيد يعني مثلك زي اي شخص ثاني كمان بده يمرض بده يزعل، هل اختلفت رسالتك الاعلاميه ما قبل المرض وما بعد المرض استاذ سعد؟ يعني انا اصاب للمرض في مكان مقتل بالنسبه لي صحيح مراسل، لكن بقول انا للناس وكرر، انا بالنهايه
مش عمر عبد الله ولا متابع الصقر، انا سعد السيلاوي الصحفي، انا مش مغني مش مطرب. اسمعوا رسالتي، انا قعدت 7 شهور بدون كلام، يعني فاقد الكلام، يعني اتكلم بلغه الاشاره والكتابه، وقعدت شهرين بدون اكل او شرب، يعني اقول له على المغذيه، لكن كان نفسيتي قويه، لا باس من الزعل والعياط، مرات يعني بكاء لا باس، لكن الايمان وقوه الاراده، لما البني ادم يفقد حاسه من الحواس، سبحان الله رب العالمين بقوي عنده حواس اخرى، بخلال الصمت اشهر الصمت 7، وكنت دائما افكر كثير، اقرا كثير، اتامل الدنيا كثير، واشكر ربي دائما كل يوم بقول الحمد لله، وما زلت يعني اول كلمه الصبح لما بصحى بقول الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني شوف يعني استاذ سعد، انت في حياتك اللي امتدت في الحياه العطاء الاعلامي اللي امتدت على مدى 30 عام، في هذه الحياه قابلت مشاهير وقابلت قاده دول، وغطيت يمكن في احداث وفي مواقف كان من الصعب على اي اعلامي او صحفي تغطيتها. هلا صحيح هاي الاشياء يمكن بتعزز عندك الثقه اكثر، لكن ما بتعطيك القوه، يعني دائما بقول مصدر قوه الانسان نفسه ما في داخله. وايضا في بعض الاشخاص عندهم صعوبه بالاستمراريه، وفي بعض الاشخاص عندهم بيستمروا بنفس القوه والاندفاع اللي كانوا عليه من 30 عام، والحمد لله انت تعتبر من الاشخاص اللي عندك قوه في واندفاع في العمل، وانا كمان سعيده انه انا كمان نفس الشيء، انسانه قويه يعني بستمر رغم اي شيء في الحياه، لانه في النهايه عملك هو اللي بيثبت وجودك. بين كل قاده العالم اللي قابلته، مين اكثر قائد او اكثر ملك او اكثر شخصيه اثرت في سعد السيلاوي، وكل ما بتحس حالك ضعفت شوي ترجع بكلماته يمكن او شخصيته او تاثيره عليك بزيدك قوه؟ انا الاسره العاشميه والملك حسين رحمه الله عليه، يعني له الفضل الكبير علي انا. كيف؟ الملك اعطى تعليمات سنه 91 عندما بدات رحمة الله عليه، الملك الحسين رحمة الله عليه، نعم، قال الخبر الصادق يعطى لسعد السيلاوي على البيسي، إياكو ثم إياكو، إنكو تحروا تعطوه خبر مش صادق. والحمد لله رب العالمين، أنا براهن عمري ما طلعت خبر من الأردن مش صحيح. كانت أسئلتك في الصميم، يعني كنت تاخذ من الضيوف أخبار يمكن كانت هي بالضبط، وامتد هذا الحكي أيام جلالة الملك عبد الله، الله يطول عمره. امين. تابعك هو من البدايات، من بداية بلدك لغاية طبعا هو اداني ورد وكان يسأل ويسأل زوجتي وكله. الملك عبد الله لكل شيء طريقته يختلف عن الملك حسين صراحة، لكن عنده شجاعة وعنده أدب جم وعنده عاطفة جياشة. أنا بشعر بحنيته كرجل، يعني بس أقعد معه وأشوفه نفس الشيء برضه مصداقية. كان يقول لمستشارينه الجبل عضايله باسم معوض الله زمان، هو رئيس الديوان العالي الدكتور فايز طلعوني سنه يحكم مع سعد واعطوه الخبر الصحيح، قولوا له احنا بنعمل هيك 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 هيك، قال للعالم ليس يعرفه. والحمد لله رب العالمين، الصحفي بلا مصداقيه ما بيسوى شيء. شو السؤال اللي حسيت سالته لجلاله الحسين رحمه الله عليه وحسيت انه عمل تاثير في الأردن وفي العالم؟ في حادثة مهمة، آخر مقابلة كانت للملك رحمة الله عليه كانت معي في المطار عندما وصل من لندن جاي من أمريكا، توقف في لندن يوم أو يومين، المهم أجوا علي جماعة الديوان قالوا لي وعد السعد الملك هذا التغيير، تغيير ولاية العهد من كسب. طبعا صعبين عليه نسألوا، يعني طبعا نسألوا عني طبيعي وكان حديث الشارع. طبعا كل الناس، فكلمت انا احد المرافقين لجلاله الملك، قلت له عمي نبغوا علي بالديوان هيك هيك هيك، قال لي سيدنا ابو عبد الله جنبي بقول لك من امتى انت واحد بقول لك ايش تسال وايش ما تسال؟ تسال بدك اياه، تسال بدك اياه. انا سكت والله من المطار وصل جلاله الملك رحمه الله عليه، سالته اول شيء عن والله الصحي والناس
وحشك عن كل الناس. والله ما نسي واحد من دول الحكام العرب، ملك المغرب، الملك فهد، ملك الحسن، ملك البحرين، وجدد على المخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله علي الامر يعني اللي زار مجال. ويعني هذا الانسان اللي عرفته انسان قوي كان كلماته موفقه. ثم سالته جلاله الملك عن التغيير، قال يا اخي ملازمه يا تسالني على هاي اكون عام التغيير، وهذا الذي كان فيكون في صالح الوطن والمواطن، والحمد لله هذا ما كان. كان عنده بعض نظر، كان عنده بعض نظر، عنده رؤية. يعني الناس بكل المجالات، مثلا أول دش ساتلايت يعني هدية من الشيخ وليد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة تبع بي سي للملك إسلم، ركبها بيت الملك بثمن غالي يعني حوالي 10,000. فأنا قلت هذا الشيخ دعنا ماله، والمواطن بده يشوف الـ MBC بده يدفع عنه 10,000. كان عنده رؤية، أنا ما كان في عندي أي رؤية، رؤية ثورة بالاتصالات، رؤية ثورة الكبيرة لعبة طبعا واحد سنة الراجل. فأنا يعني فالحمد لله رب العالمين، وآخر شيء الملك عبد الله كرمني وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية. قديه أعنى لك هذا التكريم من بعد 30 عام عطاء؟ والله أنا بصراحة ما كنت متوقع، أنا عارف الجبل حوالي أربعة قبل يومين بس، أنا يعني أنا بس بدي أقول عشان ما تقول الناس إني أنا عم بتعبك. هلا أنت طبيا لازم تحكي، مش لازم بس. جلالة الملك أفضل علي بالصحافة كبيرة وكبيرة، وفاجأني بهذا التكريم وقال لي أنا بقول لك أنا مش ناسي لك يا سعد. ولا حدا بينساك أستاذ سعد، أنت يعني كان عندك نجاحات، الشكر نجاحات تكسب للأردن وتكسب للعالم. صحيح، الشكر الجزيل لجلالة سيدنا. وانا بصراحه اقول لك بعد هذا العمر لما بشوف ولي العهد بنبسط، كلنا بننبسط من العهد من جوا، بفرح بالداخل. نزل شاب صحيح ما شاء الله عنه، ما شاء الله عليه، الله يحميه. ويحمي جلاله سيدنا اللي وقف معك اكيد. استاذ سعد احنا ما بدنا نطول عليك كثير، بدنا نريحك، واحنا بدنا نشكر حضورك معنا، شكرا جزيلا، والله يخلي لك اولادك. انت عندك بنتين وولد وكلهم عندهم وكلهم عندهم ميول فنيه، بيدرسوا برا، وان شاء الله يا رب يرجعوا لك بالسلامه، وان شاء الله بتضلك باتم الصحه والعافيه، ونضل كمان نشوف كل شيء جديد لك ورسالتك الاعلاميه تستمر فيه. شكرا لاولادك ملك الرجل لقب صغيره، بشكرك كثير. انا شكرا، بشكر التلفزيون وصديقي رمضان رواشد، صديق عمري رمضان الفيصلي، صدق رؤيا، ومبروك عليكم هذا البرنامج الممتاز. شكرا جزيلا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك، وانت فارس الاعلام وفارس الكلمه. شكرا.